طرابة ليه نابيبيا كسبت تونس؟ بصوا على قائمة منتخب نابيبيا، هتلاقي فيه ما يقرب من حوالي 7 لعيبة في التشكيلة الأساسية بيلعبوا في دوري جنوب إفريقيا. أولا بيلعبوا في نادي شيبا يونايتد، أمازولو، أورلاندو بايرتس، سان داونز، أياكس كيب تاون، وكابتن الفريق بيتر شالوليني ومهاجم نابيبيا بيلعب في فريق سان داونز، واللي امبارح ضيع أكتر من هدف مؤكد أمام يعني حارس مرمى منتخب تونس. نابيبيا فريق مستقر، عنده مجموعة من العناصر كلهم بيلعبوا أو بينشطوا في دوري قريب من المستوى في نابيبيا، دوري جنوب إفريقيا، ودوري قوي على فكرة. فبالتالي النتيجة ممكن من خلال متابعتك من بعيد تقول مفاجأة، لكن لما تتفرج على المباراة لا مش مفاجأة، لأن نابيبيا عندها لعيبة بيلعبوا في دوري جنوب إفريقيا وكلهم عارفين بعض وفي انسجام وتجانس أكتر. في المقابل كانت نتيجة مالي وجنوب إفريقيا مختلفة تماما. يعني هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا اعتمد على 7 لعيبة في التشكيلة الأساسية بيلعبوا في سان داونز، 7 من التشكيلة الأساسية بيلعبوا في سان داونز. فبتتكلم على مادو وويليامز حارس المرمى، مكوينا، موديبا، زواني، ماسيكو، مافالا، 7 لعيبة في سان داونز امبارح كانوا في التشكيلة الأساسية، ولكن الاستقرار ده ما كانش باين من النتيجة، بالإضافة إلى بيرسيتاو لاعب الأهلي، يعني 8 بيلعبوا في الدوريات المحلية في القارة الإفريقية. عموما مالي كسبت وتونس خسرت، وبالتالي المجموعة الخامسة يعني هيبقى فيها مفاجآت ونتائج متغيرة مع المباريات اللي جاية لما تونس تلاعب بالي وتلعب مع جنوب إفريقيا. دي كانت إطرالة سريعة على تصريحات فيتوريا والشناوي ونتائج مباريات الأمس والنقاط الفنية اللي احنا لاحظناها من مباراة نابيبيا وتونس ومالي وجنوب إفريقيا. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا كواليس وفيديوهات وموضوعات يعني شيقة من أبيجان.